هذا ما خلفته الحروب في الأنبار، آلاف الشهداء تلهث عائلاتهم وراء استحقاقاتهم من أجل تأمين لقمة العيش، وجرحى يقفون بشكل يومي أمام دائرة التقاعد لمتابعة معاملاتهم التقاعدية. وهناك من يعتاش على هذه المعاناة من السماسرة الذين يبتزون عائلات الشهداء مقابل إنجاز معاملاتهم التقاعدية. فساد استشرى في الدوائر التقاعدية، لذلك لا بد من إجراءات فعلية لقطع دابره. الحيد راح يا ابو تخت عظامه من 2006، يعني هم الفلوس تعاوض جهاله ومرته ما نحصلهين ليش؟ بالتقاعد يريدون نص وسبع ملايين، انا يا ابن الحلال منين اجيب النص وسبع ملايين؟ وش راح يظل منن؟ وهذول قاعدين هسه انا اخذك شوف وين قاعده غراضها بالهول. احنا هسه قاعد نراجع نروح يريدون نص وسبع ملايين، واخويا شهيد اصولي من 2006 ولحد الان لا مكان عندهم لا شيء عندهم، يعني والفروقات لحد الان يريدون نص وسبع ملايين، نروح للتقاعد هناك ما ينفخون شيء، ما يسوون شيء، والعالم ديشة كلها مثلنا. وقف مراتبي لا صدق ولا ذنب، ليش احنا هاي الحصابة الحقيقية، هاي المعاملات الحقيقية، ليش اهل التزوير دا يمشن؟ ليش احنا الحقيقيات دا يوقفن؟ احنا الشهداء، احنا الجرحى، ساعدونا. الحراك الأنباري قدم معلومات كثيرة بشأن هذا الملف إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة من أجل اتخاذ إجراءات جادة لإيقاف صفقات الفساد وإنصاف عائلات الشهداء وصرف مستحقاتهم التي طال انتظارها. هذا المشروع السياسي من ضمن الأولويات أنه الكل الموجودين هم أصحاب قضية والكل تدافع عن قضية. احنا قضيتنا اليوم خصوصا هاي المناطق قضيتنا الشهداء وعوائل الشهداء الذين غبنت أو أصلا أنه حقوقهم يعني معدومة نهائيا لم يستلم الحقوق. سنبقى إن شاء الله مدافعين عن هذه الحقوق كون هذه المناطق تستحق، لأنها ضحت وقدمت التضحية وقدمت بما فيه الكفاية للمحافظة وللعراق. هذا الملف تم تحريكه من الجهات في بغداد في الحكومة المركزية، والتقينا بالجهات المسؤولة عن هذا الموضوع في دائرة التقاعد دائرة التعويضات. المواطن البسيط اللي ذهب يقول لك أنا اليوم ما أقدر أمشي المعاملة إلا أن أدفع كذا مبلغ عليها، فهاي الناس معدومة ما عندها يعني حتى رواتب أو معيل ما عندهم، فكيف أنه إذا ما يحصل المعاملة إذا ما يدفع فلوس ما راح تمشي المعاملة مالته. لذلك هذا الموضوع خطر جدا، احنا إن شاء الله مستمرين بالعمل لإيجاد هذا الخلل ومعالجة هذا الخلل. هيئة النزاهة كشفت في وقت سابق العشرات من حالات التلاعب والتزوير في دائرة التقاعد في الأنبار تقف وراءها أجندات سياسية عطلت عملية محاسبة الفاسدين وسراق مستحقات أسرنا ضحى أبنائهم من أجل عراق آمن ومستقر. عمرو محسن، قناة دجلة الفضائية، محافظة الأنبار.